بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم، ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة، شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة. هنيئا لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئا له في الدنيا وهنيئا له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى البرنامج الأسبوعي سابقوا، حيث نطل عليكم بجديد محتوى المسابقات القرآنية في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، بل والعالم أجمع، بما فيه من المراكز الإسلامية المهتمة بالقرآن الكريم ومسابقاته. هذا البرنامج نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فأهلا ومرحبا بكم. سابق ميدان المسابقات. أدعو المتسابق جالو إبراهيم خليل، مرشح رابطة الدعاة في كوت ديفوار بالفرع الثاني، ويقرأ برواية قالون. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السؤال الثاني، اقرأ من أول سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون سابقوا هدايات ومشاهد هداية هذه الحلقة من برنامج سابقوا بعنوان طه أعدها ويقدمها فضيلة الدكتور منصور أبو محمد السميح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشر أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. مستمعي الكرام، إن هذا القرآن بمنهجه الواسع الشامل عقائد وأخلاق وشرائع وأخبار، لم ينزل لكي يشقى به الإنسان، بل نزل ليسعد بكلماته وتوجيهاته وهداياته، نزل ليرسم للمسلم مسار حياة جميلة رائعة ومتألقة، نزل ليوقظ في الإنسان طاقات الروح وحواسها فتدرك من معاني الحياة وأسرار الحكمة وجمال الإبداع ما يعجز عن فهمه وتذوقه، ومن ثم فالمسلم لا يشقى به أبدا، ليس لشيء إلا لأن هذا الدين تنزيل من لدن عليم حكيم، الله الذي خلق الإنسان ويعلم مدى طاقاته وطبيعة مهمته في الحياة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولك أيها المستمع الكريم أن تتبصر بالسر الجميل في تركيب الآية من حيث جمعها بين الخلق واللطف والخبرة في نظام واحد، ومن حيث تقديمها اللطيف على الخبير، والذي يسعد بكلمات هذا القرآن وحقائقه، والذي يبتهج بأنواره وإشراقاته، إنما هو العبد الذي يخشى فيتذكر فيتبع منهج الوحي فيسعد سعادة أبدية. وحينما يتذكر العبد حقيقته الذاتية، وحينما يتذكر مهمته في الحياة، وحينما يتذكر مصيره بعد الرحيل عن هذا العالم، حينها فقط سيخشى على نفسه وسيبحث لها عن الخلاص والسعادة الجميلة، فلا يجد بد من الالتزام بنهج هذا القرآن في حياته، والعبد يسعد بتعاليم هذا المنهج الرباني الفائق، وتستقيم به حياته وتتفتح له آفاق السعادة والجمال، لأن معاني الرحمة ممزوجة بتعاليمه ومهيمنة على كلماته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وقائدنا إلى الجنة، إنك سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق أصوات الندية. مرحبا بكم مستمعي الكرام مع الأصوات الندية. سليم محمد أحمد من أكرا عاصمة غانا، حياك الله. حياكم الله بارك الله فيكم وعساكم طيبين. الحمد لله. أخي سليم، كيف تعلمت اللغة العربية
وحفظت القرآن الكريم؟ الحمد لله، تعلمت اللغة العربية على يد المشايخ عندنا، وكذلك على أيديهم حفظت القرآن، وأخص بالذكر الشيخ الفاضل سويد محمد خالد الذي كان له دورا كبيرا في تحقيق ذلك. من أين هو؟ هو من كوماسي وله مركز أيضا في أكرا. ما شاء الله. وبالنسبة لمراحل التعليم النظامية أين وصلت؟ الآن حصلت على شهادة الثانوية. ما شاء الله، إذن عمرك ما بين 18 إلى 20 الآن؟ الآن عمري 22. ما شاء الله تبارك الله. أخي سليم، مما تختار من القرآن الكريم لتسمعنا؟ أريد أن أقرأ في سورة النساء. استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. أحسنت أخي سليم، بارك الله فيك. ماذا تقول للشباب من أقرانك الذين يسمعوننا الآن؟ أولا أقول للشباب العربية أنهم لا يحتاجون إلى جهد كبير في تعليم العربية، لأن أسباب تحقيق ذلك كلها مهيئة أمامهم، فالطريق مفتوح أمامهم لحفظ القرآن الكريم. أحسن الله إليك. مستمعي الكرام، كان هذا سليم محمد أحمد من أكرا العاصمة الغانية. سابق لقاء خاص. سابق حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ علي بن محمد عبد الحفاشي من الجمهورية اليمنية، المقرئ بالقراءات العشر والمحكم في العديد من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم. حياكم الله شيخ علي. الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك، حياكم الله. شيخ علي حفظك الله وبارك فيك، كلمة توجهها لأهل القرآن في جميع أنحاء العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهو أشرف العلوم، وتعلمه أشرف تعلم وتعلق. ولذلك فإن الإنسان ليس يشرف كما قال الإمام الجزري إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة، كذا يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. ففضل القرآن الكريم فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى في الدنيا وفي الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن ويقوم به ويعمل به ويعلمه هو خير من خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهؤلاء خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فهو خير من خير. وعندما سئل أبو عبد الرحمن السلمي: ما الذي أجلسك في مجلسك هذا، وهو كان شيخ قراء الكوفة وجلس في مسجد الكوفة يقرئ الناس قريبا من 40 سنة، فقال: الذي أجلسني في مجلسي هذا أني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الشيخ علي حفظكم الله، كثير من الشباب يعاني من ضغوط العمل والدراسة والانشغال ويتمنى حفظ القرآن الكريم، فماذا تقولون له؟ حقيقة لو أن الواحد أولا يضع هدف معين، ينظر إلى ظروفه وإلى أحواله، ويقتطع جزءا من وقته للقرآن. القرآن والله العظيم أنه بركة في حياته، في حياة الفرد، يعني الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فيا حبذا لو أن كل المسلمين لابد أن يعتنوا بهذا القرآن، لابد أن يكون له مرد يومي. كيف سيقيم صلاته؟ وكيف سيستطيع أن يناجي ربه إذا أراد أن يقوم الليل أو أراد أن يتعبد بقراءة القرآن الكريم؟ ينبغي أن يضع له هدفا وأن يقتطع وقتا في يومه، ويا حبذا يرتبط بشيخ من الشيوخ، ينظر إلى إمام المسجد بجواره أو بالتحفيظ أو على حسب ما يتيسر له. أفهم من كلامك يا شيخ علي أن إعادة صياغة ترتيب الوقت سيجد فيها متسع كثير جدا جدا للحفظ، وكثيرا ما رأينا الحفاظ أو من هم في طور الحفظ للقرآن الكريم متميزين في جميع المجالات، ولم تطغى الأوقات التي يصرفها في القرآن الكريم على المجالات الأخرى، بل العكس زادته همة ونشاط. نعم نعم، صدقت والله يا أخي الحبيب، أن سبحان الله الواحد منا ربما يقف في الطابور على تنزيلات يعني في السوق بالساعات من أجل أن يحصل على بعض الفليسات تخفيض، ولكن يبخل على نفسه بأن يقتطع جزءا من وقته لتعلم القرآن الكريم واستزادة منه، وهذه فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ففعلا يعني إعادة برمجة الوقت، الابتعاد عن قدر الإمكان عن الملهيات أو الأمور التي في عصرنا هذا قد ألهت كثير من أوقاتنا، حقيقة يجد بركة في حياته، يجد أنه ينتج أكثر، يجد أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويصرف عنه السوء والشر والكيد بالقرآن الكريم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ علي محمد عبده الحفاشي من الجمهورية اليمنية، المقرئ بالقراءات العشر والمحكم في العديد من المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم. سابق جديد المسابقات. أهلا بكم إلى أخبار المسابقات القرآنية. بدأت اللجان التحضيرية لمسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسيفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية استعداداتها لإطلاق الدورة 9 من المسابقة التي يشارك فيها ممثلون لأكثر من 20 دولة كل عام، وتقام مراحلها النهائية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا. جديد المسابقة.
في مصر أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة قرآنية لذوي الاحتياجات الخاصة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية، شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 21 عاما وألا يكون قد سبق له الفوز في مسابقات الوزارة. جديد المسابقة. في مكة المكرمة أقيم الحفل السنوي في نسخته 16 لحلقات البيان لتعليم القراءات والقرآن لتكريم فتية البيان في مسابقة حفظ القرآن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود. وحث راعي الاحتفالية الشيخ علي بن سالم العبدلي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة الطلاب على الحفظ والمراجعة والعمل بما جاء في كتاب الله قولا وعملا في جميع أمور دينهم ودنياهم. جديد المسابقة. اختتمت مؤخرا مسابقة القرآن الكريم لدورة سمو الأمير خالد بن عبد الله بن ناصر الفرحان آل سعود في نسختها الأولى. من جانبه قدم المشرف العام على المسابقة جزيل شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على دعمه لتلك المسابقة ولمدير التعليم، كما قدم شكره لجميع لجان المسابقة على جهودهم المبذولة. جديد المسابقة. في العاصمة القطرية الدوحة كرم مركز آل حنزاب للقرآن الكريم الفائزين في المسابقة السنوية التي أقيمت لحفظ القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة 208 وبلغ عدد الناجحين 157 ناجحا وتأهل 44 فائزا وفائزة. سابق. شكرا لكم على طيب المتابعة مستمعين الكرام، هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في البرنامج ومن زميلي فهد بن إبراهيم السنيدي في المونتاج. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقوا فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة. سابقوا. المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم، وتأخذ أيضا بأسباب الحياة في اعتدال، فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها. سابق. مستمعنا الكريم، نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية، هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرفنا كثيرا مستمعين الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج، هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة.